واعلم هذه النقطة، أن الأمة لو اجتمعت الأمة كل الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا أيقنا بهذا، فهل يستحق أحد أن نذل نفسنا له؟ أتملق لأحد؟ أكثر الذين يذلون أنفسهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل لعاعة من الدنيا، لن تحصل إلا ما كتب الله لك، ولن يفوتك ما كتب الله لك، انتهى الأمر. على ماذا أذل نفسي؟ على ماذا أهينها؟ إذا كان الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، والله من آمن بهذا الحديث إيمانا صادقا لن يخشى أحدا، ولن يهاب أحدا، ولن يتزلف لأحد، ولن يذل نفسه لأحد. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله بيده كل شيء، وأن ما كتبه الله كائن، وأن ما لم يكتبه الله لن يكون، انتهى الأمر. فإذا أردنا أن نعيش أعزة في هذه الدنيا فعلينا أن نتيقن بأمرين. أما الأول فهو أن الرزاق هو الله، وأنه لا يزيد في رزقك فلس ولا ينقص فلس. فإذا أيقن الإنسان أن كل شيء مكتوب هان عليه الأمر، وأن الرزاق هو الله. الأمر الثاني، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، انتهى الأمر. فإذا أيقنا بهذا وهذا عشنا أعزة.